يعني اول شيء يمكن في اكثر من عنوان بدنا نحكي فيهم بطبيعه الحال. اليوم التسريب اللي صدر امبارح عن رئيس التيار بالعاصمة الفرنسية، وهو عم بيعلي السقف بموقف منه جديد، يعني نحن بنعرفه لألكن برفضكن ترشيح سليمان فرنجية. اليوم الصبح رد مباشر من إذا بدك عين التين بتسريب لقاء حصل بين الوزير باسيل والرئيس بري قبل ما يروح على باريس. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ يعني اليوم اذا كان عن جد في تسريب من عند دوله الرئيس بري على التسريب اللي صار بخلال اجتماع الوزير باسيل مع كوادر التيار الوطني، انا اللي بدي اقوله انه هيدا اللقاء اذا حصل، واذا حصل من الطبيعي انه تحصل هكذا لقاءات، خاصه بالجو اللي نحن عايشينه وبانه كل فريق عاجز عن انه يوصل مرشحه، يعني لا الثنائي الشيعي قادرين يوصلوا الوزير فرنجيه ولا القوات اللبنانيه والحزب التقدم الاشتراكي وحلفائهم قادرين يوصلوا. بس صار هيدا اللقاء استاذ اسعد، بس قبل ما تكفي الجواب لو سمحت، اليوم كل المؤشرات وكل المصادر حتى المقرب منكم بتقول انه هذا لقاء حصل. يعني اليوم اذا حصل، يعني انا اليوم بترك هذا اللقاء تاكيد، ومن المرجح يكون حصل، يعني انه واذا حصل بيكون شيء لقاءات طبيعيه وضروري انه تصير. انت بتعرفي ست جوزفين، انا كنت معك عده مرات واكدت على انه التلاقي لازم يكون، وخاصه مع القوات اللبنانيه، حتى لو ما اتفقنا، حتى ما لو ما قدرنا وصلنا الى توافق. نعم. التلاقي بين اللبنانيين وخاصه بهذه الظروف، وخاصه بتكوين المجلس النيابي من مجموعة أقليات، ما في حدا بيملك الأكثرية، ولكن يعني معظمهم بيملكوا حق الفيتو. يعني اليوم القوات اللبنانية وحلفائها فيها تعطل، نحن وحزب الله إذا كان عندنا نقدر نعطل النصاب، ومع الرئيس بري. يعني اليوم بتكوين المجلس النيابي التلاقي مطلوب، خاصة انه طيب شو بنترك يعني البلد يروح بمزيد استاذ من الانهيار وتحلل للدولة اللبنانية. نعم. وخلينا نركز على الشيء الايجابي، انه هاللقاء اذا حصل لازم يستتبع بلقاءات مع بقية الافريقيين. وين بده يستتبع يا استاذ اسعد؟ بلقاءات ثانية؟ يعني اليوم يبدو الاشتباك السياسي اللي كنتوا عم تحكوا عنه سابقا، واللي هو منع تلبيتكم لدعوة الرئيس بري للحوار، يبدو أنه تجدد اليوم امبارح واليوم عبر التسريب للوزير باسيل. في كلام عن أنه هذا اللقاء اللي جمع الرئيس بري بالوزير باسيل كان سيء، وما خرج منه الوزير باسيل يعني مرتاح، وبالتالي أتى الرد من هنيك من باريس بالحديث عن الترويكا، عودة الحديث عن الترويكا وبرفض تام لترشيح سليمان فرنجية. برأيك يا أستاذ أسعد، هل أنتم بهذا التصريح وهذه الحركة السياسية هاليومين أسقطتم ترشيح سليمان فرنجية نهائيا؟ يعني بما يخص التيار الوطني الحر، هذا الموقف مش جديد، يعني بما يخص ترشيح الوزير فرنجية. يعني نحن في عنا يعني شبه يعني ما في شيء بيتعلق بشخص الوزير فرنجية ولا بانه شيء على الصعيد الشخصي. نعم. انما على صعيد المشروع اللي معظم اللبنانيين بيطلعوا له، ويمكن يلاقوا انه بالوزير فرنجية مش هيدا الشخص بهذه الظروف الاقتصادية وبهذا. نعم. يعني الحصار الدولي على لبنان بيقدر الوزير فرنجية يعمل هيدا الخطأ. ضروري المرشح نقدر نبحث عن مرشح توافقي يقدر يلم البلد بهيدا الظروف. طب بالحديث عن المرشح التوافقي، بالحديث لحتى انا اذا بدك هيك نروح دغري على النقطة، على هذا اسقطتم ترشيح سليمان فرنجية عبر الكلام العالي السقف البارح. بحديث وكالة رويترز يقول جبران باسيل بانه يعمل على ايجاد مرشح توافقي، يعني اللي عم تقوله هلا حضرتك، للرئاسة يكون قادرا على المضي قدما في اصلاحات حاسمة، لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد. اليوم هل يمكن أن نشهد في الأيام المقبلة ترشيح جبران باسيل نفسه للرئاسة؟ يعني اليوم الوزير باسيل مرشح طبيعي، اللي هو رئيس كتلة نيابية والأكبر،
كمان في عنا داخل التكتل ممكن يكون بعض الأشخاص اللي بيقدر ممكن يتكون توافق حولهم، ممكن يكون بعض الأشخاص اللي لهم علاقات مع كافة الفرقاء. المهم اليوم ما يوصل رئيس ب 65 نائب، مين ما وصل حتى الوزير باسيل ب 65 نائب إلى مجلس النواب اليوم بيضل البلد مقسوم ومشلول، وبالتالي عندنا مرحلة لست سنين تانيين. المطلوب رئيس توافقي يقدر الكتل النيابية تجتمع حواليه لإقرار الإصلاحات المطلوبة لفتح مجال وأفق مع المجتمع الدولي وخاصة المجتمع الخليجي والمملكة العربية السعودية بالتحديد. نحن اليوم بحاجة إذا لنرجع نعيد هذه العلاقات اللي تحت لبنان واللبنانيين. أي رئيس ممكن يعمل هيدا الخرق إن كان على الصعيد الداخلي أو بالمجتمع الدولي والدول الخليجية، بتلاقي فيه شخص مقدر ومقتدر إنه يلم اللبنانيين وإليه. هيدا هو المطلوب بالوقت الحاضر، مش المطلوب رئيس تحدي لا من هيدا الفريق ولا من ذاك الفريق. طيب عندي بعد سؤال، وأنا بعرف أنك بتعرف اليوم، هل المرشح التوافقي اللي عم تحكوا عنه في أسماء تطرح في لقاءات بينكم مباشرة وبين البطريرك الراعي؟ خبرنا شوي عن هذا الموضوع. الصراحة يعني نحن، أنا بحكيك كتكتل وتيار وطن، نحن بعد ما دخلنا مرحلة الأسماء، نحن اليوم في اتفاق ضمن التكتل على أنه مش مسكرين على حدا، ولا بنطرح أسماء لطرح الأسماء وبالتالي اللي عم بيصير لحرقة، ناطرين لتنضج الظروف لدى الفريقين. يعني اليوم فريق الثنائي الشيعي متمسك بالوزير الفرنجية، وفريق القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي والشركاء المتمسكين بميشيل معوض. إذا ما صار في قناعة لدى هؤلاء الفريقين أنه يستحيل وفي استحالة لوصول مرشحهما، وبالتالي ضرورة التوافق على مرشح آخر، ما رح نطرح أسماء لحرقة. نعم. بالتالي نحن بمرحلة الانتظار حتى هذه القناعة تكون راسخة لدى الفريق. طيب سؤال أخير حول زيارة فرنسا، ما التقى الوزير باسيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثل ما كان في حديث أو نشرت حتى صحيفة الأخبار أنه كان في احتمال أنه يلتقي، ما التقى، اقتصرت اللقاءات على دوكان بعتقد. شو حصيلة يعني الزيارة هيك سريعا؟ يعني اليوم كانت زيارة بشقين، أول شق اللي هو العطور اللي عمله الوزير جيرال، مش دوكان، نعم جيرال، باتريك جيرال يعني، وهو مستشار للرئيس الفرنسي. نعم. يعني أي طروحات أو أي أفكار أو أي شيء رح توصل للرئيس الفرنسي، وبالتالي الفكرة رح توصل، وبالتالي الافكار اللي طرحها الوزير باسيل رح بتوصل للرئيس ماكرون. خلينا ننطر ونركز جوزفين بهالمرحله هيدي. وانا بشاطر الاستاذ علي عطول، هو مواقفه معتدله وتدعو الى الحوار والتلاقي، خلينا هيدي نركز عليها بهالوقت الحاضر حتى نقدر نوصل لنتيجه. شكرا لك. اللبنانيين كفروا وما بقى فرقاني معهم فعلا. كان عم بيقول لي هيك الاستاذ علي قبل ما نفوت على الحلقه، كان عم بيقول لي انه السياسيين بمال واللبنانيين بمال ثاني. شكرا لك. لانه عن جد العالم بدها حب الدواء لتقدر تعيش وتستمر فيها، يمكن بالاكل تقدر توفر من هون ومن هون، ولكن ما بتقدر ما تاخذ حبه الدواء حتى تقدر تأمن مظبوط عيشها.